غريبة في الدفاع عن نفسه، وله ذيل طويل، ربما كان حيوانا آخر يعيش في مدغشقر. إذا كان موطن الحيوان السري في مدغشقر فقد يكون من الزواحف كالإيجوانا. منح الله الإيجوانا ذيلا أطول من جسمها، ولها طريقة غريبة في الدفاع عن نفسها، فعند تعرضها للخطر تقف على أرجلها وتملأ رقبتها بالهواء وتفتح فمها على اتساع لإظهار حنجرتها التي يتغير لونها لإخافة الحيوانات الأخرى. سبحان الله! هل تعرفون حيوانا إفريقيا آخر يستطيع تغيير لونه؟ لحرباء مدغشقر ذيل طويل وتستطيع تغيير لونها، وهو أسلوبها الدفاعي عن نفسها. تعيش الحرباء فوق الأشجار، وعند تعرضها للتهديد يتغير لونها ليصبح نفس لون الجذع الذي تقف عليه، مما يجعل من الصعب على الحيوانات مشاهدتها. لسان الحرباء طويل ولزج تضرب به لصيد طعامها، وبإمكانها أيضا تحريك عينيها في جميع الاتجاهات، ولتتمكن في نفس الوقت من رؤية محيطها كاملا. سنعطيكم معلومة أخرى، الحيوان السري ليس من الزواحف، ربما كان من البرمائيات التي تعيش في مدغشقر. ضفدع مدغشقر الأحمر واحد من آلاف الأنواع المختلفة للضفادع في العالم، تقضي الضفادع معظم وقتها في الماء حتى إنها تفقس في الماء.